اوكي قد ايه بحبك انا؟ قد ايه؟ قد ايه؟ مو معرفة نقدر لك صديقتين بس نظهر شو السؤال؟ شو اقول لك؟ نقدر لك دق لي وتسأل عليك كل الوقت؟ شو اقول لك؟ يا تخيل وين بعد علي بعد بعد ساعتين سكايب انا وياك بحس ولا ما بتستفح سكايب اختي؟ بلا بفتحه كرمالك يا وحياة امي استفقت انا هول صار هول جمعه وحياة امي استفقت لي كثير ايه انا كمان اكيد انا كمان ما اكتشفت شو كنت عم تعمل وقت اللي انا بونجور يا فايل جنيتي وحياة امي جنيتي ما بعرف ليش استفقت لك هلا يعني والله العظيم ما كنت بتصور هالقد يعني ولا انا وحياة الله ولا انا قد ما قلك انه اوكي انه كثير اكثر شخص كنت دار معه وقريب مني كل شيء بس انه بس فليت على انا كنت بحس انه لا انه طب انت بتشوفني على الاقل يعني بس انا ما بشوفك صعبه انا مش انا متضايق كانوا عم يستهدموا عاملين مهضومين يعني عرفت كيف عليك ايه كثير كانوا مهضومين كلت انت ده بتجيبي كليم وتندمي يا غدارة كيف نسيتي الأحلام شو السؤال بدي لك صديقتي ونحكي شو أقولك مو بدي صديقتك؟ ما بعرف بدي أسألك أنا حتنشغلي بالفن وين؟ أنت ما رح تنشغل يعني؟ بلا أنا بلا بلك إياها من صراحة أوكي إذا انشغلت أنا كمان رح انشغل إن شاء الله الله يرزقك يا رب قد ما نيتك طيبة بس أنا ما رح انشغل على قد ما نيتك طيبة وقلبك طيب إن شاء الله الله يرزقك واللي ما بيعرفها لحنان بيجهلها من الآخر قد ما قلبك طيب وما بتعرفي شيء وعا هيك بريء على البراءة ماشي براءة بس قد إيه بتحبني رفايا؟ مش كثير بصراحة شو عملت لإل يعني شو قدرت أعمل لك يعني شيء هيك كثير هيك لحتى تحبني هالقد شو انا قدرت اعمله يعني كثير اشياء في كومبار يعني اذا عملنا مثلا الشيء اللي كان قبل وهلا يعني شو تغير برافائيل اللي كان قبل ما يجي على ما في شيء تغير فيه مش تغير بس انه صار احسن يعني صرت اصبر لانه انت مره كثير بتنقي عرفتي كيف وبتعتلي هم وليش ليش لو بدك تحبي كل شيء يكون بيرفكت صح ايه فتعلمت اصبر لانه اذا بعصب عليكي بدك تبوظي تزعلي فتعلمت اصبر لا تروقي بس شو بدك تغير فيي يعني شو بطولوا شعراتي يعني بس تعال صارت تحكي معي هيك في شيء ما في شيء بلا ما بدك تقوله ما هيك ما في شيء بلا في شيء شيء مثل شو؟ بتعرف شو في قلبي وقلبك صاروا مثل جبال ما بيتلاقوا خريف وطاروا راقوا أخدوا معهن أنت رح تضل صديقي رفايال؟ Forever Promise أنا كمان أنا حدك شو ما تعوز أنا كمان حدك شو ما تعوز تخيلك جاي على لبنان ما رح أجي ما رح تجي؟ رح اجي كون قريبة جد؟ جد؟ شغل يعني؟ ما بعرف تيجي تقعد هون؟ انت بتيجي تقعد بالمغرب كرمالي؟ لا بصراحة ليه؟ دب انه روح اقعد بالمغرب كرمالك يعني كون شوي منطقي يعني اوكي بحبك بس انه ما حروح اقعد بالمغرب كرمالك يعني شوف مين فاكرة حالك خلص ما تبوزي بتعملي لي منها هلا خبريه سمعتوا يا عالم ميرسي بين حبك لإلي اوكي صوتوا لمروان يا جماعه رقم 2 صوتوا لنسيم يا جماعه رقم 4 بس اكيد ما رح ازعل لو مين ما ربح بس انا بدعم بس مروان بيستاهل ايه كثير ايه بيستاهل عن جد وحياة الله بيستاهل اكثر حدا بيحب الموسيقى هون بتقعد مروان
كلنا تعبنا وانت كثير من الاشخاص، انت اللي بتستاهلي عن جد. انا من برا بس كل العالم كلها عم تحكي انه حنان بتستاهل كثير تربح. انت التقدم اللي عملتيه اخر فتره كثير بين بعيون العالم، يعني صار اللي بيحبك واللي ما بيحبك وكل العالم صار تحكي عنك انه كثير تقدمت. الحمد لله. الحمد لله. بس انه كان بدي اوصل على الفاينل يعني لهيك يعني. طب وصلت؟ بدي وصلت. اكيد. انت بتعرف انه لعبه؟ بعرف. طب خلص قرف. قل لي رفايال. اه. قد ايه بتحبني؟ ليش؟ انت كثير ساندريلا. أنا ساندريلا هيك. إيه. وقف الزمن عندك عن ساندريلا. لا ما بحب ساندريلا. مين بتحب؟ الشريرة؟ أنت بتعرف عن مين عم بحكي؟ إيه؟ بتحب الحنان يعذبك ما هي؟ ما بتحب هيك ساندريان هيك و ساندريان؟ بسرعة. قولي ساندريون. ساندريان. 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 ما بعرف أنا أقول ساندريون. كثير نزال. ساندريون. قولي معي. سامحيني واشهدي. سامحيني واشهدي. عكلامي أكدي. عكلامي أكدي. انت مش أي مرة. انت مش أي مرة. انت مرة بتعقدي. انت مرة بتعقدي. سامحيني واشهدي. عكلامي أكدي. انت مش أي